تقول انا اقول استريحوا. لا انا شبابون يا شباب تستريحون بس. عامر عبد الله ماجد شباب. الاول كم النقطه؟ هو الاول 1500 نقطه. حلو. الثاني 1000 نقطه. حلو. معناته انتم ما راح تفلسون. ما راح نخسر. لكن تشوفون التسويق الاخير، التسويق الاخير او المسابقه الاخيره اللي صارت خلت لازم يكون في سؤال فاصل، لان فاز بال 300 فقط محمد ناصر فتعادل مع وليد الفحيم. الله لا لا عدني حماس يا عمي. لا لا عدني ما انتهت. تسويت ما انتهت. اي عادي ثانية. لا تسويت سؤال بينك وبينه. بس عزيز انت تقول محمد ناصر فاز. طيب عزيز بقول لك لا بقول لك لا كذا بقول لك شيء. انت مستانسك بتعادل؟ اسمع لا مستانس اني فايز بعد. خلاص فز فز. اسمع باقي ما انتهت المسابقة. عزيز اقول لك شيء بعقب على حاجة واحدة. دقيقة يا عيال. يا شباب يا شباب بعقب على حاجة واحدة. العيال ذاله من غير قصور فيه، لو وزعتهم كل واحد بيكون فريق صح؟ صحيح. ليش تعطي 300 فريق؟ ليه ما تقول محمد ناصر الحين فاز؟ ليه توك تسولف يوم اخذها؟ لا ليه توك تسولف؟ ما ودي افتح لك بقرتك لاني انا ما راح الاقلق في الكلام ذا. انا سولفتك هالحين فكره طرحتها لو سويتها افضل ولا انا ما راح اعترف. او لو انك فايز فيها والله ما اقولها. والله لا اقولها. والله لا اقولها والله. الله يطول عمرك. زين زين السؤال الفاصل بينهم يا شباب في سؤال باخذك على صدق. في سؤال بيكون يحدد مين الفايز ب 1005 ومين اللي فاز ب 1000 نقطة فقط. الحين الحين 1005 1005 صح؟ لا الحين 800 800 لازم سؤال. أنا فزت ب 300 صح؟ كيف؟ وتوك تلحقني 300 حق الصدقة وتوك تلحقني. إي وتوك تعادلة. يعني تعالوا عند الشاشة يا وليد وناصر محمد. تعالوا عند الشاشة. تعالوا هنا. واحد هنا واحد هنا واحد هنا واحد هنا. السؤال الأول لمن يا طيب اسمعوني يا شباب. نبي نبي سؤالين. دقيقة يا شباب استريحوا 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 معليش بس. تبون سؤال واحد واللي يجاوب أسرع؟ لا ولا سؤالين؟ لا لأن سؤالي. ممكن تكون مختلفة بالصعوبة. سؤالين يا شباب. عايض أنا سألت محمد ناصر وليد البحيح. سؤالين شوي بس وليد. سؤالين محمد. سؤالين مو شوي يجي محمد ناصر. لا. سؤال سهل وانت صعب تقول لا عادي. لا عادي والكلام لك برضه. اي انا بقول لك عشان السؤالين يمكن يصير فيها. ايوه احس الاسرع افضل طيب الحين صار بينكم لا موضوع لاني اعرفه هو ما يمديك تكمل السؤال اللي زي الطمر. اعرفه. حط سؤالين اسرع منك بديهه. لا طيب جاوب. لا ما هب بديهه. ها هبد ما ودي. خلاص يمكن انا خسر عادي. حط دقيقه حط سؤال جاوب عن سؤال جاوب انا واللي يفوز يروح يتفضل. اعطونا اعطونا القرار عندكم. تمام سؤال واحد والاسرع في الاجابه هذا كنترول يكون عشان تعرف. تبي تشوف تحيز ريح خلني اعطيه 1005 وخذ. يلا تم نلحق. تم 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 بيض الله وجهك. الفايز معنا محمد الناصر. ايه اقعد 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 مني. لا 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 من قلب اسرس للاسف. لا ايه يستاهل والله يستاهل. يا شباب تعال تعال سريت تستاهل ومبروك وكفو. اللي وقفتك وقفتك خلت خصمك يرجع ولا 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 يجاريك. بيض الله وجيكم. سريحوا 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 يا شباب.